حزب الأشقر يرفض انضمام البام للأغلبية الحكومية. عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن موقفه رافضا لضم حزب الأصالة والمعاصرة للحكومة المقبلة، وذلك بعد الخرجة الإعلامية لعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الجرار أمس، التي قال فيها إن الحكومة الجديدة ستتشكل من 3 أحزاب، وأن خلافاته مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الجديدة قد تم تجاوزها. وأوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي الناطقة باسم الحزب في ركن رسالة الاتحاد بعددها اليوم الخميس إن القراءة السياسية البسيطة لمجريات ما بعد الاقتراع في الديمقراطية العريقة تكشف بأن الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية يسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني، لا سيما حين يكون اختيار حليفه السياسي ورافع ضد الفائز في الانتخابات قبل فوزه.